يا اخي تفضل. هل يجوز لطالب العلم ان يقلد احد علماء الحديث ويعتمد كل كتبه ورقصه وتطبيقه مثل الحافظ بن حجر او لا فرق بين المسلم يقلد عالما في الحديث او يقلد عالما في الفقه، كل من الامرين جائز بل واجب بالنسبة للجاهل، لان الله يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسمع يا اخي اسمع، انت جواب بعدين انت بتقول ما عندك، ومع ذلك بتخليني انا اقطع سلسلة بحثي جزاءها وقل لك طالب العلم عالم، ستقول لا ورد اخذ لهم سلفا فاسألوا هذا الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهنا في الحقيقة يكمن خطأ الان منتشر في هذا الزمان، يعني طالب علم مجرد ما يشعر انه فاق اباه او جده بانه ابوه وجد امي ما بيعرفوا شيء، هذا صار شوي ايش عالم، ها بيتوهم انه صار عالما وهو لا يزال في ايش بيقول عنا في الشام في الرقراق، تستعملوا انتوا الكلمه هي الرقراق، المقصود ماء البحر بتعرف على الساحل تلاقي عبارة عن سنتي كل ما مشيت بيغمى، هو الرقراق هذا أول الماء. فهذا طالب العلم لا يزال في الرقراق، يعني لا يزال على طرف الساحل، العلم بحر فهو في أول الساحل، مع ذلك يبتلى كثير من طلاب العلم اليوم بالعجب وبالغرور، بيرفعوا راسهم هيك ولسان حالهم كمان بيقول مثل ما بيقولوا عنا في دمشق يا أرض اشتدي ما حدا عليك أدي، هذا غرور عجيب لمجرد انه فهم شوي خلاصة نستمر.